صدر عن صاحب السمو الملكي الامير خليفه بن سلمان الخليفه رئيس الوزراء الموقر تعميم بشان تعطيل الوزارات والمؤسسات الحكوميه بمناسبه ذكرى عاشوراء حيث جاء في التعميم ما يلي بمناسبه ذكرى عاشوراء لعام 1437 هجريا وحيث ان هذه المناسبه تقع ضمن عطله رسميه فيعوض عنها بيومي الأحد والإثنين الموافقين للخامس والعشرين والسادس والعشرين من شهر أكتوبر 2015 وتعطل وزارات المملكة وإداراتها وهيئاتها ومؤسساتها العامة في هذين اليومين وضمن هذا السياق فقد اصدر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر توجيهاته الكريمه بالتبكير في صرف الرواتب والاجور ليتم بموجب التوجيه الكريم صرفها يوم غد الخميس الموافق للثاني والعشرين من اكتوبر 2015 لان الموعد الدوري لصرف الرواتب يقع في اليوم الاخير من العطله الذي يصادف يوم الاثنين الموافق للسادس والعشرين من اكتوبر 2015 هذا وكلف سموه هو الجهات المعنيه باتخاذ الاجراءات اللازمه لذلك